بعض أوراق المصحف تآكلت، فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها في مكان غير نظيف؟ الجواب أنه لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة، وقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بإحراق ما عدا مصحفه من المصاحف التي كانت عند بعض الصحابة، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم ينكر عليه. ولا يجوز أن تلقى أي ورقة من المصحف على الأرض أو في أي مكان قذر ما دام فيها حرف من كلام الله تعالى، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفرا. جاء في كتاب الإتقان للسيوطي في الصفحة 172 ما نصه: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره، لأنه قد يسقط، كما لا يجوز تمزيقها أيضا لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلام، وفي ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمي: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس. أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه. هذا ما قاله العلماء في التخلص من أوراق المصحف التي تمزقت أو تآكلت، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة في أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، إنما الأعمال بالنيات.